على قاعة مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة كركوك أقيمت احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة بدعوة من المنظمة الدولية للهجرة وبالتعاون مع عدد من المراكز والمنظمات المهتمة بشؤون هذه الشريحة. وتضمنت الاحتفالية معرضا للفنون التشكيلية والأعمال اليدوية وإلقاء قصائد وعرض مسرحي بمشاركة فنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة. اليوم احتضن مركز كركوك لتأهيل المعاقين هذا الاحتفال بمناسبة يوم الإعاقة العالمي بالتزامن مع إقامة معرض وعرض مسرحي، كل ذلك لطلب المناصرة لهذه الشريحة. هذا المركز اللي احنا بيه هسه مركز كركوك لتأهيل المعاقين، مركز معني بتقديم الخدمات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة ممن لديهم إعاقة فيزيائية بنسبة 60% فما فوق. المسرحية التي حملت عنوان الزعيم ناقشت الواقع الذي يعيشه العراق عبر الحديث عن الوعود الكاذبة للسياسيين وشعاراتهم مع كل موسم انتخابي على الرغم من فشلهم وفسادهم وخداعهم للناس، ولعل هذا ما يفسر مقاطعة المسؤولين في محافظة التأميم للاحتفالية. بغياب الإدارة المحلية في كركوك والأخص السيد المحافظ اللي بعثنا له بطاقة دعوة، للأسف ما حضرها اليوم، المفروض يكون من أول الحاضرين. طبعا اليوم احنا كمنظمة روش للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة داكوك لحقوق المعوقين بدعم من قبل المنظمة الدولية للهجرة وبالتعاون مع مركز كركوك لتأهيل المعوقين ودائرة الصحة كركوك، قمنا بإحياء احتفالية يوم الأعاق العالمي في مركز تأهيل بمنطقة الحيواصل بكركوك. لا أحد من وزارة الثقافة يدعمنا للسفر إلى خارج لكي نمثل بلدنا كسفراء السلام وكفنانين تشكيليين، وهناك أصحاب الهمم لدينا كفاءات كأبطال، لا أحد يدعمهم. هناك كراسي متحركة كهربائية نحن بأمس حاجة، لكن لم نجد الاهتمام من الدولة. إهمال وغبن بين تعانيه هذه الشريحة كحال باقي شرائح المجتمع العراقي، رسالة واضحة حملتها المسرحية حين تتعالى أصوات الغضب ضد الزعامات السياسية الفاشلة لتقودهم الحشود إلى حاوية النفايات، مصير ينتظر كل الفاسدين والفاشلين من ساسة العملية السياسية الذين قادوا البلد إلى الواقع المر الذي يعيشه اليوم.